مشاركتي بمهرجان الغردقه السياحي نابعه من الدافع الوطني اللي جوه كل مصري، مش جوايا انا لوحدي. ويشرفنا ان احنا نشترك في اي تنشيط سياحه، مش انا لوحدي، لا، اي فنان بيحب مصر لازم يشارك في تنشيط السياحه ويشارك في كل ما هو يفيد لمصر. وشكرا ابو الليف، كل سنه وانتم طيبين.